كيف يعني الزاوية؟ تقصد اللوجو اللي برا. شاب ممكن تعطيني اللوجو شوية؟ مخرجنا؟ حطوا لي اللوجو على الشاشة. طيب اللوجو فيه كم سر؟ نشوف من اللي قاعد يكشفه. لا هذا اللوجو برا، كيف صعب نشوفه؟ لازم تجيب اللوجو كامل. تقدر ولا صعبة؟ أنا أعرفها كلها يعني على الشاشة. إيه ما تقدر الحين؟ طيب لوجو البرنامج شوف تحت اقولها لك. اي هذا تحت بس ما ادري تشوفون انتم. اي شوفه. طيب وش السر الاول؟ الكرويته اول شيء السعي. لا ايش دخل السعي؟ اللي يتقلب ذا صح؟ في فوق تحت وفي علامه الكرويته. لا لا هذا تتكلم انت على انترو مقدمه البرنامج. لا انا اتكلم عن اللوجو. شاب وراك شلت اللوجو؟ ما قدرت اجمع لك السر. هو زي ما قال اول شيء معا انا دقيقه وجهها لعمله واحده. يس هذه صح. شباب اعطوني اللوجو. شباب معلش يا مخرج لا تشيله. ايوه هذا في مشكله كذا. الالوان كذا غير. في كم شغله؟ طب بسالكم الوان اللوجو يعبر عن وش بالضبط؟ ايش؟ عن عن الذهب والفضه ايام قديم الدنانير والدراهم. لا مش يعبر عن شيء قديم. كعبه. كعبه. الوان الكعبه ابيض واسود اصفر واسود. الوان الكعبه لون اللوجو الوان الكعبه اللي هو الذهبي والاسود. طبعا اللي برا مثل ما قال معن الشكل والله شك قاعد تسوي المقلب فيني. طيب خلي عندي هنا خلاص اشرح على شركه الافكار والتنميه السعوديه. الشكل الخارجي جاي على شكل الكعبه السداسي. ايوه من الداخل ومن الخارج. الداخل هذا اللي قاعد يدور من اللي فاهم في اطار داخلي قاعد يدور صح اللي هي البرامج حق الفقرات. لا طواف ايوه هذا اللي قاعد يدور. وين هذا اللي جوا طواف في اطار داخلي قاعد يدور. الاطار هذا وشو؟ الاطار هذا يعني متسابقين بالدخون سبع اشواط. لا هذا معناه حدود الحرم ان احنا برنامج داخل حدود الحرم. والله ذكي الله عليك. طيب داخل الحرم الكعبه وبرنامج ما كانتش معنا. من اللي صممه عشان اعطي بلوك اذا دق علي. يعطيك العافيه. في هديه؟ لا اعطي بلوك اذا دق علي. لا خلاص يعطيك العافيه. طيب. الله يعطي العافيه. الله يسلمكم. بسم الله وعلى بركه الله وننطلق لمسابقه السعي. طبعا بس انا حاب اوجه نقطه معينه او اني اشرحها. جانا كثير من المشاهدين يسالون عنها اللي هو الميزاب. الميزاب هو الهدف منه دخل لجمعيه مراكز الاحياء مكه المكرمه. هذا الهدف الاساسي للميزاب. لكن هناك في هدف اخر لمساعده المتسابقين. خلاص احنا ما عندنا تصويت اس ام اس معروف في كل برامج بدايه في برامج الواقع يكون عندنا في النهايه تصويت اس ام اس كتصويت للمشاهد. هذا شلناها من القائمه. حيكون عندنا الميزاب نهايه البرنامج. هنشوف الإحصائية. مين المركز الأول هياخذ 3000 نقطة، المركز الثاني 2000 نقطة، المركز الثالث 1000 نقطة. هذا التصويت للميزاب. طريقته وآليته تظهر في الشاشة من خلال الفواصل. يعني التصويت مستمر إلى نهاية البرنامج. إلى نهاية البرنامج. كل أسبوع في مسابقة فوق تحت اللي هو الحصانة. المركز الأول هياخذ حصانة 3 أشخاص، الثاني شخصين، الثالث شخص. حصانة منه ما يدخل فوق تحت. إي ما يدخل فوق تحت. يعني نفترض ان فريق خلال الفتره هذه هل بيبين المركز الاول والثاني والثالث؟ لا هذا التصويت حيبين في النهايه نهايه البرنامج. طيب ايش دراك اني اركب الحصانه؟ اي حصانه؟ لا هذا احنا عندنا حنعرف ان الحصانه ان اكثر اعلى شخص في الفتره هذه. خلاص معناته انا مثلا هذول الاول وانا الثاني هذول الثالث. اي بس ما يبين عندك كم نقاط كم وصلت كم باقي وكم الفرق بينهم. هذه ما راح نبينها نهائيا. بس ما نهايه البرنامج حتنبان. استاذ سامي ما تعطينا 3000 نقطه حق المركز الاول الا نهايه البرنامج. الى نهايه البرنامج. هو التصويت الوحيد في البرنامج. كويس حلو. طيب هو التصويت الوحيد الميزان. 3000 ودعم الجمهور. لما تبدوا تحسبوها هل تطلع نسبتها في المدفع؟ لا ما له دخل هذه. المدفع اللي هو الحساب اليومي 3000 في نهايه البرنامج نقول في الميزاب الفريق الفلاني فاز والثاني والثالث ونبين لكم يعني ثم بعدها نشرى فقرات البرنامج الثانيه من اكثر واحد جمعنا في نهايه البرنامج. يعني تجمعون الميزاب مع النقاط اللي حقت الفريق. اي نعم يجمع كل شيء. طيب مثلا يعني مثلا المركز الاول فريق معين. ايوه اوكي تعادل. لا المركز الاول مثلا فريق المركز الاول فريق من احد السقايه ورقم اوكي المركز الثاني فريق ثاني هم متعادلين بعدين تجمعون الميزاب علينا. احنا ندخلها كلها ورا بعض. احنا في البدايه نقول الميزاب الفريق الاول نفترض السقايه الوفاده الرفاده. لكن الفائز في البرنامج كليا مع الميزاب مع المسابقات مع الالعاب هو فلان. فهمت.
فريق الفريق الفلاني. لا 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 تغبنا يا شيخ تقول هذه كيف هذه كيف، اخلطها كلها مع بعض. اي نخلطها مع بعض بس الميزة بس توضيح للمشاهدين من اللي فاز احتياطا، وهذه النقطه اللي حاب نوضح للمشاهد الكرام. كذلك الفواصل طبعا فريق الاعداد كلمناهم انه يقللوا الفواصل، وحاب تقارير الشباب المتسابقين يكون في نهايه البث الساعه 6 الصباح. قلت 10 دقائق؟ لا هي اصلا الفاصل واحد عندنا 6 دقائق ما يتعدى 6 7 دقائق. بنحاول نقللها نشوف الشيء المناسب يطلع. في بعض الفواصل ما نقدر نشيلها وانتم عارفين هم رعاه البرنامج اللي يتكفلوا في البرنامج كامل. نقول بسم الله على بركه الله. واول فريق راح يشاركنا في مسابقه السعي السقايه السقاية علي همش فهد السير سلطان الحارثي احمد الكثيري عبد العزيز الوابري. المسابقة معروفة مكونة من 7 اشواط، كل شوط له طريقة في السؤال وطريقة وآلية كذلك في الجواب. الشوط الأول 50 نقطة ثم يرتفع إلى 100 نقطة في الشوط الثاني، ثم 150 نقطة إلى آخر شوط لو الشوط السابع 350 نقطة. راح المشاهدين اللي انضموا معنا مجددا لمفهمين في المسابقة من خلال مجريات اللعبة راح يفهمون اللعبة مباشرة. نقول بسم الله وعلى بركة الله. السؤال الأول طريقته نطرح السؤال مع 4 خيارات، إذا جاوبتوا عليه تأخذوا 50 نقطة، إذا أخطيتوا أو انتهى الوقت اللي هو 50 ثانية راح يتحول إلى المشاهد SMS وليس اتصال. مشاهدين اعزاء طبعا من باب الدعم اكتبوا اسم الفريق سواء كان السقايه ام الرفاده ام الوفاده وانتظروا الاجابه. وقت ما اقول لكم يلا ارسلوا نشوف اسرع واحد مع الاجابه الصحيحه ويستاهل الجائزه. يقول السؤال الاول لفريق السقايه، ما عاصمه جمهوريه غينيا؟ ما هي عاصمه جمهوريه غينيا؟ هل هو كوناكري ام داكا ام ليون ام كابوري؟ طلعوا لي السؤال على الشاشه يا شباب. السؤال على الشاشه، ما عاصمة ايوه جمهورية غينيا؟ كوناكري، طلع ليون، طلع داكا، داكا، كامبوري. عمري عارف رايح الحين. باقي لكم 30 ثانية. متأكد؟ ها؟ أكيد؟ 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 ها؟ لا ما كامبوري أقرب لك داكا؟ لإحساسك ايش؟ داكا 10 ثواني خلاص احساس. كوناكري توكلنا على الله. ما اسمع كوناكري. كوناكري 50 نقطة الإجابة يا سنة. يقول لكم صح، برافو تستاهلون 50 نقطة. 50 نقطة لفريق السقاية. وأنا أكررها قلت تحت الهواء وبقولها فوق الهواء كذلك، الفرق في النقاط بين الفرق ترى بسيط جدا، بإمكانك تحسم النقاط بيوم واحد، بإمكانك تحسب النقاط بيوم واحد بين الفرق الثلاثة كلها. يعني منافسة كبيرة راح توصل لنهاية البرنامج، شدوا حيلكم واليأس إن شاء الله ما يكون إلا بعد البرنامج. السؤال الثاني طريقته الأحرف المرتبة من 1 إلى 16، إذا فتحت مربع حيقسم عليك 25 نقطة، إذا جاوبت لي حتاخذ 100 نقطة مباشرة. أوكي. يقول السؤال، ما معنى اسم أسبانيا؟ مر علي من 1 إلى 16. عندك خيار انك تفتح المربع بس راح يخصم عليك 25 نقطة. لحظة شباب، ما معنى اسم اسبانيا؟ افتح رقم، افتح رقم 4 افتحوا لي رقم 4 وخاص ب 25 نقطة. الف 3 افتحوا لي رقم 3. دال 2 باقي لك 25 نقطة. أدى والله ما أعرف. ما عندك تفتح، إذا فتحت راحت عليك النقاط. أدى عياله فتحين واحد قبل أدى. ما معنى اسم إسبانيا؟ السؤال يحتاج للاطلاع. 5 ثواني. 4 الدائرة 3 2 1 الدائرة. الساعة 10:30 جلد الأرنب. جلد الأرنب الإجابة الصحيحة. راحت عليكم 100 نقطة إن شاء الله تعوضوها في المرات القادمة. السؤال اللي بعد الشوط الثالث اللي هو مناصفة بينك وبين الفريق، اختار الفريق اللي راح يساعدك. الوفادة. الوفادة. الوفادة اللي هنا. الوفادة بدأ بجمع معن برغوث ناصر كنهل علي الغامدي ياسر سنان.
اذا جاوبتوا تاخذون 150 نقطه، اذا اخطيتوا او طلبتوا المساعده قبل انتهاء 50 ثانيه هيكون ثلثي الدرجه لهم والثلث لكم. يقول السؤال، كان يتقاضاه جنود الرومان كرواتب، كان يتقاضاه جنود الرومان كرواتب، هل هو الذهب ام الفضه ام الملح ام السكر؟ خلاص اول 150 نقطه توكلنا. بعيد الملح نثبت نثبت الملح، باقي لكم 35 ثانيه الاجابه صحيحه. برافو برافو برافو، برافو. 150 نقطه من الشوط الثالث لفريق السباحه، تستاهلون والف مبروك. كذلك مقدما الشوط الرابع، احرف متناثره، معروفه الطريقه، احرف متناثره مع أحرف إضافية لإجابة هذا السؤال. يقول السؤال، أحرف متناثرة في المربع مع إضافة أحرف. يقول السؤال، ماذا تعني كلمة العراق؟ له الألف المقصورة، الطاء، الميم، الألف، اللام، ألف، شين، الهمزة، الألف، هذا الأحرف. ترى في أحرف إضافية كمان لا تعتمد عليها بس. أقرب شيء، لا وين أقرب شيء؟ الشمطاء. بس خلينا نشوف شمطاء يا عزيز، اصبر. لا لا خلينا نشوف شيء ثاني يمكن عندنا وقت. الا مشاط ما لا 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 شمطاء. شاب ترى احتمال يكون في حروف اضافيه، في حروف اضافيه احتمال، ركزوا يعني مو شرط انه يكون كل كلمه مكونه من الاحرف الموجوده. شاطئ. لا وين شاطئ؟ وش شاطئ؟ الشاطئ. لا يا اخي لا لا الشمطاء 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 ان شاء الله الشنطر الشمطار الشمطار. لو قلت الشاطئ كان إجابة صحيحة. يا أخي حرام عليكم. ما عليه ما عليه ما عليه. حلوين حلوين. راح عليكم 200 نقطة. وشلون الشاطئ العراق ما تجي يا أخي؟ الشوط الخامس 250 نقطة. الشوط الخامس رتب حسب الأسبقية. راح نرتب أحداث حسب الأسبقية وفاة. أبو أيوب الأنصاري، أبو هريرة، أبو ذر الغفاري. ما أعرف. مين اللي توفى قبل؟ الأسبقية وفاة. هريرة واحد ما اسمع. بعدين أبو ذر الغفاري، بعدين أبو أيوب الأنصاري. تأكد أنا نعم. اللي عندي أبو هريرة، بعدين أبو ذر، أبو أيوب، أبو ذر. ما أدري. تأكد؟ لا ماني متأكد. بس أبو ذر مات في 25 ثانية. أبو هريرة عهد عثمان. أبو هريرة، أبو ذر. نأخذ الإجابة ولا؟ إيه خذ. أبو أيوه. هريرة، أبو هريرة، أبو ذر، أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري. أبو لا. ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب الانصاري. اثنين خلاص خلاص دقيقه. اول واحد مين؟ ابو هريره. ابو هريره، ابو ايوب، ابو ذر، ابو ايوب. نعم ابو هريره، ابو ذر، ابو ايوب. ابو هريره توفى عام 57، ابو ذر، وابو ذر توفي عام، وابو ايوب توفي عام 52، والغفاري توفي عام 32. اجابه خاطئه. راحت عليكم 300 درجة معوضين إن شاء الله. الشوط السادس معروفة، تعتمد على الذاكرة، الحفظ. عندي 25 مربع، ركزوا عليه وأتمنى تجاوبون عليه بشكل أسرع. لا تتوتر مرة. أوف. وراحت عليكم 250 نقطة. يقطع حمر. انتهى الوقت. والله ما حفظت شيء. انتهى الوقت، ارجع مكانك يا احمد. عندنا مربعات من 1 إلى 25، راح اعطيك المربع، قول لي شنو داخل هذا المربع. رقم 13 رقي. برافو. ياس. رقم 25 رمل. برافو. ياس. رقم 3 55 35 44. خطأ. فدأ. السطرين الأولات كلها أرقام لحسن مخي يا شيخ. إن شاء الله في المرات القادمة. 94. ما عليه ما عليه. الشوط السابع يا أخي أنا إلى الحين حاسب الذنب. والله يا شيخ غبنا. طيب الشوط السابع معروف طريقته، رشحوا لنا واحد والبقية تفضل. وانتوا كذلك يا فريق الوفاد رشحوا لنا واحد يشاركنا في هذه المسابقه واللعبه. يعطيكم العافيه جميعا، تستاهلون كل التوفيق والنجاح. خف علينا شويه.
الوابري صوت هنا يا رحم امك لا تقهرني. بين عبد العزيز الوابري الشوط السابع وكذلك بين ناصر الكنهل من فريق الوفاده وعبد الله عمر من رفيق من رفيق من فريق الرفاده الوفاده. طيب السؤال 50 ثانية إذا انتهت نوقف عند الحد نوصل له أو 350 آخر سؤال للشخص اللي جاوب عليه. يقول السؤال دولة اسمها أستنى شوي ليه ما تعطوني أوردر أوكي لين ما يجهز الوضع عندي زي ما أنتم عارفين. السؤال الأول حيروح 150 ثم 200 ثم 250 إلى 300 آخر واحد يجاوب في انتهاء الوقت أم آخر واحد يجاوب 350 نقطة ويستاهل ونقول له ألف مبروك النقاط 350 نقطة مؤثرة وحتشوفنا في المدفع كيف راح تأثر بشكل كبير وكذلك نقاط المسابقة كلها. السقاية الأساس أن 350 تروح لكم لكن احتمال يختطفها سواء كان ناصر كنهل أم عبد الله عمر من فريق الرفادة والوفادة وكنت دائما الأول. طيب أنا قلت بداية السؤال دولة دولة بس دولة اسمها دولة اسمها صحيح بس انا انتظر بس الفرصه. في سؤال عن المدفع ممكن؟ لا سؤال عن المدفع عن المدفع تسال يعني تفضل. الارقام اللي هي 41 31 هذه نسبه ايش معناها نسبه يعني الواحد في المية كم نقطه؟ لا صعبه تحكم احتمال قد تكون 100000 نقطه احتمال تكون نقطتين على حسب بينك وبين الفريق المنافس. تلفت عرفت يعني هي نسبه وتناسب في النهايه تناسب صح اخذ كم تشكل 100% يعني كذا يعني مجموع الارقام الثلاثه يشكل 100 اي كل لو جمعتها في آلي عندنا حسبه برمجه يحولها الى 100% كم فلان وكم فلان وكم فلان يحسبها لك يعني ومجموع النقاط اتوقع قربت 20000 جميع المجموعات طبعا قربت او يعني نوعا ما اليوم تقرب اكثر. مسابقة السعي 350 نقطة هي الأساس من حظ الفريق اللي السقاية لكن احتمال الوفادة أم الرفادة يختطفها منكم وتروح وتكون من نصيبة أو الشخص اللي راح يوقف في نهاية 50 ثانية نقول له ألف مبروك. يلا بسم الله على بركة الله. دولة اسماها أهلها البهارات الهند. برافو يا سلام عليك 150 نقطة. ما اللقب الذي يطلق على مدينة بعلبك اللبنانية؟ شباب اللي لبيزة تتكلموا معي ترى الصوت يوصل هنا رجاء خاص. ما أعرف ما في إجابة ما في إجابة ما في إجابة ما في إجابة. الطائر الذي لا يصنع عشا لبيضه؟ الرخ. وقف. الخفاش. وقف. قصدي الصقر. لا وقف قصدي البطريق الإجابة. ما الكائن الحي الذي لا يتحرك؟ الشجر. الشجر. وقفوا ناصر الحين ما يتحرك الوقت. ها عطني بسرعة. ما في إجابة. ما عندك إجابة؟ ما عندك إجابة. من أسمائه الضرجع. اللي بعده ما يصير. انتهى الوقت. برافو 5 نقاط فريق الوفادة ناصر الكنهل ألف ألف مبروك. المرجان. مرجان اللي في البحر اوكي. الفريق اللي بعده راح يشاركنا ونرحب فيه اللي هو ما ادري صراحه كم جمع فريق السقايه بس 150 نقطه راحت لفريق الوفاده معنا في المسابقه. فريق الرفاده حياكم. مسابقة ثقافية منوعة في مسابقة السعي تعتمد على 7 أشواط وكل شوط 50 نقطة ثم يرتفع إلى 100 نقطة تدريجيا إلى 350 نقطة. أتمنى جميع النقاط تكون من نصيبكم كما أتمناها من نصيب شباب المشاركين معنا في هذا البرنامج. السؤال الأول مثل ما أنتم عارفين نطرح السؤال 4 خيارات خلال 50 ثانية يتجاوبون أو يتحول للمشاهد مباشرة عاد هو يعطيها مين هذا أمر راجع له. يقول السؤال ما هي عاصمة موريتانيا؟ أزمير نواكشوط أزمرة نثبت نواكشوط. الإجابة صحيحة برافو تستاهلون يا الرفادة. الشوط الثاني المفروض الوقت اللي وفرناه لك تعطينا إياه بعدين في السعي. طيب الشوط الثاني من 1 إلى 16 بالترتيب لكم الحق تفتحوا مربعات لكن راح كل مربع يخصم عليكم 25 نقطة. يقول السؤال ما معنى اسم سريلانكا؟ من يسافر سريلانكا؟ 50 ثانية ولا نفتح؟ مئة نقطة لهذا السؤال.
الثالث ما اسمه الثاني الثالث افتحوا للثالث حرف الجيم باقي لكم 75 نقطة يا شباب في أحد في باله حاجة؟ مو مرجانة افتح اثنين افتحوا رقم اثنين لام لام الجا الجن واحد اثنين شوف الجنة يا شيخ رقم أربعة ما في إلا رقم أربعة رقم أربعة باقي لكم 25 نقطة الجز يلا شوف الجزيرة الجزيرة أو الجزر اللي مدري إيش الجزيرة طبعا هي جابة خاطئة جزيرة المشعة جزيرة المشعة لازم تعطي المشعة لأن هي الوصف الدقيق لها معوضة إن شاء الله المرات القادمة للسؤال الثاني والشوط الثاني ننتقل للشوط الثالث واختاروا فريق الوفادة الرفادة الوفادة 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 يقول السؤال 150 نقطة طبعا من هو مكتشف البسترة لتعقيم اللبن؟ حلو لويس باستر، لويس باستر، جايس باستر، جويس باستر كلهم باستر دي باستر اي نعم هو باستر في النهاية لويس باستر لويس باستر لويس باستر 150 نقطة برافو الإجابة الشوط الرابع الأحرف متناثرة من 1 إلى 16 أتمنى الجواب عليها بشكل أسرع خلال 50 ثانية يقول السؤال ماذا تعني كلمة صعيد؟ ب جيم راء تاء لام ب لام ألف ألف صعيد ماذا تعني كلمة صعيد؟ لا البتراء مو البتراء لا صعيد الأحرف احتمال تكون في أحرف زايدة تراب ولا التراب صعيد أظن التراب والله تراب ها شو 23 ثانية التراب بسم الله نعم الشوط الرابع 200 نقطة الإجابة صحيحة صحيحة برافو برافو الشوط الخامس رتب حسب الأكثر عمرا هل هي الزرافة أم وحيد القرن أم الجمل يلا حلها في الترتيب مشكلته اذا اخطيت في واحد اكثر مش اقل من فوق الاقل ايه الاكثر عمرا اكثر عمرا والوحيد اقل شكله شايف من يطول في العمر الجمل كمخة والعمر بيد الله الجمل كمخة واحد اقل اتوقع الجمل اسمع الجمل زرافه واحد اقل واحد اقل ايش الجمل الجمل الزرافه واحد اقل يلا ما خلصنا من الجمار الاوادم الاكبر عمرا اول شيء ايه الاكثر عمرا يعني الجمل اكثر شيء لا 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 الاكثر عمرا ايه الاكثر اكثر عمرا طيب لا الجمل اخر شيء خليه الجمل اخر شيء طيب مين اكثر اكثر عمرا اقل عمرا الجمل صح مين اكثر عمرا وحيد ولا زرافه الزرافه بعد وحيد مع الجمل طيب توكل على الله زرافه وحيد لا لا جمل نفس الترتيب زرافه وحيد جمل توكل على الله يلا وحيد الجمل ها الوقت خلص يا شباب الجمل من 30 سنه الى 40 سنه الوحيد القرن من 45 الى 50 سنه الاجابه خاطئه وزرافه 25 سنه ان شاء الله معوضه فيها في المره القادمه هذا نعم بطولها هذا بطولها هذا في النهايه 25 سنه والعمر بيد الله طبعا كل شيء يعطيكم العافيه معوضين في الشوط الخامس اللي هو 250 نقطه الشوط السادس معروف لعبته واتمنى ان الذاكره تكون قويه للجميع الثالث عشر ثواني يلا اسأل يا شيخ يلا مستعدين يلا كل واحد مكانه يلا شمراني يلا اسأل رقم 23 وسام برافو رقم 9 142 يا سلام رقم 2 اتش يا سلام عليك روعة يا الرفادة الشوط السابع رشحونا واحد والبقية من الفريق سواء كان السقاية أم الوفادة جيبها يا اسامه جيبها تعال تفضل معي هنا
من فريق الوفاد الناصر كلها والسقاية سلطان الحارثي وحبيبنا الرفادة أسامة فقيه. 50 ثانية و350 نقطة أتمنى تكون من نصيب الكل، لكن هذه المسابقة واللعبة. طلعوا لي يا شباب الأرقام ونشوف من الأسرع، الأسرع في الإجابة والأسرع في الوصول في انتهاء الوقت. السؤال يقول لك، بس طلعوا لي شباب الأرقام على الشاشة عشان الشباب يشوفونا، مو شرط تشوفونا لا تروا طمعين، عاد خلينا احنا نشوفها كمان. السؤال يقول: ما الطير صاحب أصغر بيضة بين الطيور؟ الرنان. وقف. الطنان. قلنا خلاص وقف. الحمام. وقف. عصفور. عصفور هي الطنان، بس انت جاوبت مرة ثانية معلش. السؤال اللي بعده: ما معنى الخنساء؟ العمياء. وقف. الخنساء. الخنساء. مو دقيقة. إذا ما عندكم كله ما عندنا. اللي عارف اسمها. اللي مات لها أبناء أربعة أبناء. بس أنت في مكانك عشان. ما اسمع. اللي مات لها أبناء. لا. هي تماضر بنت عمرو بس ما أدري اسمها. طيب. اسمه. هي الضبية. ما هو البلد الذي عرف بأنه بلد 5000 نهر؟ اليابان. وقف. لا عرفته. لا ينتهي الوقت شباب جاوبوا. الصين. برافو. ياش. جاوبة صحيحة. السؤال اللي بعده انتهى الوقت برافو تستاهلون. شباب في الشوط السابع من الافضل انك ترمي اي كلمه خاصه الوقت ضيق اذا ما عندك المعلومه خاصه. فريق الوفادة أتمنى لكم التوفيق. هلا يا 150 وصل بس سؤال واحد. لا جاوب سؤال. السؤال الأول كان غلطان فيه في الخيار الأول. السؤال الأول إذا أخطيتوا فيه أو تأخرتوا خلال بعد 55 ثانية راح يتجه للمشاهد مباشرة وراح يرسل عبر الاسمس. يقول السؤال الشوط الأول 50 نقطة: ما هي عملة فيتنام؟ دونغ، بيزو، روبية، زون. روبية. استنعدها. ما هي عملة فيتنام؟ ما هي بلاد الشمس والجبال والصخور والعنب والأودية السبعة؟ بلاد الشمس والجبال والأودية السبعة. الجبال والأودية السبعة والصخور والعنب والأودية السبعة. بلاد الشمس والجبال والأودية السبعة. ممكن شيء في شرق آسيا. إيش الدولة اللي في دائما فيها جبال؟ علمها شمس. علمها شمس. اليابان. كوريا. الأودية السبعة. لا ما ظن. نفتح. نفتح. ماليزيا. طيب دقيقة. نفتح ماليزيا. دقيقة. نفتح. طيب لو قلنا ماليزيا أربعة. لا لا مو واحد. لا ابعد ابعد. أربعة. افتح الثاني. افتح الثاني. 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 افتح رقم اثنين. حرف الراء. أرمينيا. ثاني. نفتح حرف. نفتح حرف عيال. افتح الأول. افتح الأول. افتح الأول. الأول. افتح رقم واحد. أكيد ألف. أكيد ألف. بسرعة. أرمينيا. 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 إجابة صحيحة برافو. 50 نقطة. أنت قلت أرمينيا في خلال أحسن. اجلس. يس. عشان تعرف إني مثقف. حرام عليك يا معن كسرت حظك. عشان يفكر. عشان يفكر. طيب الشوط الثاني برضو 50 نقطة أخذتوها. ننتقل للشوط الثالث. اختاروا فريق راح يساعدكم إذا ما عندكم إجابة خلال 50 ثانية. اختاروا لكم عينين على الراس. أي شيء. السقاية راح يساعدون فريق الوفاد. يقول السؤال: من الذي اكتشف كريات الدم البيضاء؟ سيناك، ألكسندر فليمينغ، مالبيجي، سويك. شوفوا
من الذي اكتشف كريات الدم؟ أوكي، لو قلنا البيضاء ممكن الإسكندر. الإسكندر هذا ممكن؟ لا 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 أتوقع لا. أتوقع الإسكندر فليمينغ مالبيغي سويك. إيش عندك إرمي أنت؟ إيش أنا أقول يا بابيني يا سويك؟ أتوقع سويك. الإسكندر ذي طويل. الإسكندر باين عليه أنت. ما عندي جاب أتوقع هو. أنت مالبيغي. الإسكندر يعني أوكي يا مالبيغي يا إسكندر إيش تختار؟ اسكندر. هذا ايش؟ هذا ما في شيء. ترى عندكم الفريق يا شباب اذا انتم ما عندكم الاجابه. جاوب. والله ما اظن اته. خمسه. اسكندر. الاسكندر فليمينغ. الكسندر. الاجابه خاطئه سيناكي الاجابه صحيحه. والله ما فكرنا عندكم؟ اسالك بالله عندكم؟ يلا عود عود عود. الشوط السابع احرف متناثره. السابع. عفوا الشوط الرابع 200 نقطة أحرف متناثرة احتمال تكون في أحرف إضافية في هذا السؤال. يقول السؤال ما اسم أم عنترة بن شداد؟ حيح حيح. أم عنترة بن شداد بلشتوني بعنترة أخوه زينب اسم أم عنترة بن شداد زينب ميم زمبدة. طبعا هنا في تاء مربوطة للتوضيح. تاء مربوطة إذن تاء مربوطة النهاية. عبلة. عبلة لا هذا حرب. معزة لا. معزة لا. لا لا نقعد نتكلم. أنا جالس أعطيك مسافة. عزيزة عزيزة يمكن عزيزة. لا عزيزة بالجوع. ما في زي ثاني. ما في زي ثاني. واحد بس. ما في يا عيال ارموا أي شيء. شباب في المكان الفاضي في تاء مربوطة. في عزيزة في. لا ما في زار. ما في زي ثانية. معيزة. مو لازم. مو لازم زار. ارمي أي شيء إلا لازم زار. ارمي أي شيء يا حبيبي. معيزة أنا أقول معيزة. ارمي أي شيء. معيزة. معيزة. يلا معيزة. 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 معيزة خلاص معيزة. ها معيزة. ايه معيزة والله الناس ما ادري ايش تسجل حالك. من عنده اجابة؟ زبيبة. يا سلام عليك يا زبيبة الوابري. اجابة خاطئة يا فريق الوفادة. معوضين ان شاء الله. الشوط الخامس رتب رتب الاعلى اقتصادا حسب صندوق النقد الدولي عام 2011 استراليا الهند النقد الدولي و2011 يعني مو 2015 يعني شوف الوصاخة والأسئلة دقيقة يعني مين ايش؟ فرنسا مين ايش؟ رتب الأعلى اقتصادا الأعلى اقتصادا يعني واحد مثلا الهند فرنسا لو فرنسا الأعلى تكون واحد فرنسا صح؟ اي نعم اوكي فرنسا استراليا الهند. طيب شباب الهند الهند بخليها الهند متى اصلا كان مرتفع اقتصادا؟ ما تدري لا تقول لا انتبه والله طيب تقول من هو؟ تعالوا هنا تعالوا هنا نجتمع على اللوحة. لا انت نجتمع على سامي. سامي تفضل نجتمع عليك. طيب بعدين مستحيل مستحيل لو تيجي فوق كذا استراليا ما تيجي الاول 15 ثانيه انا اقول فرنسا هي الاول ما فيها كلام يعني. فرنسا هند استراليا فرنسا اوكي توكل خلاص هند استراليا فرنسا هند استراليا فرنسا فرنسا بحب الشوط الخامس ارجع مكانك علي. الاجابه طبعا خاطئه. استراليا الهند فرنسا هي الإجابة الصحيحة. طبعاً استراليا وصلت إلى 1480 مليار معوضين له 250 نقطة. الشوط الثالث عفواً فرنسا الأول الهند الثاني استراليا الثالث معلش ركزت أنا. الشوط السادس ما أنتم عارفين اللي هو المربعات يعتمد على الذاكرة. ركز 10 ثواني. إيش الإنجليزي هذا؟ سرعة انتهى الوقت. كل واحد يرجع يلا عجل كل واحد يرجع مكانه. شباب 25 حلوة برافو. 7 عين يا سلام. 5 12 يا سلام عليكم. يا حلوين الحمد لله. حلوين يا شباب فريق الوفاده. الشوط السابع رشحوا واحد والبقيه ترشحوا ترشحوا يا عيال خلاص معك. روح معنا يلا بسم الله. اجي هنا اي نعم. لا لا عبد الله فريق السقايه سلطان الحارثي فريق الرفاده عبد الله عمر وكذلك المنافس الاول وصاحب السؤال والشوط السابع مع مرغوط من فريق الوفاده. يقول السؤال ركزوا معنا 53 ثانيه طلعوا لي شباب المسطره هذه. اي شيك نبدا شباب. طيب نبدا خايفين ها طيب
إلا ما تجزل الأرقام. يلا بسم الله. يقول السؤال: أديب بريطاني معروف اشتهر بلقب أمير القصة العالمية. شكسبير. برافو يا سلام. يس. 150 نقطة. اللي بعدها: ما هو أثقل المعادن؟ الزبق. لا وقف. عبد الله. مرعي. يقول النحاس. نحاس وقف. مرعي. الحديد. وقف. اليورانيوم. أين يوجد قصر كالمار؟ الهند. لا وقف. فرنسا. وقف. روما. في السويد. ما أولى دول العالم إنتاجا للأناناس؟ الهند. وقف. البرازيل. وقف. ما في إجابة. جزر. جزر هاواي. ماذا يعني اسم عنترة في اللغة؟ شجاع. وقف. القوي. وقف. ما أعرف. ما أعرف. الذباب الأزرق. من مؤلف؟ انتهى الوقت. برافو. تستاهل 150 نقطة لفريق السقاية. وألف ألف 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 مبروك. باقي فريق الشباب كنتم انتهيتوا. يعطيكم العافية. تستاهلون. وإن شاء الله نتائج المسابقات والحفلة اليوم اللي كانت يوم كامل في المدفع إن شاء الله الساعة 6. حبيبي يعطيك العافية. الله يسلمكم. شكرا. شكرا حبيبي. الله.